الأكلوبي وعشان نكون أكثر مصداقية مع بعض. جاهز حمد؟ جاهز. أمورك تمام؟ تمام. إذا جاوبت بتاخذ ظرف؟ على طول. في خصم وفي أمور ما؟ إن شاء الله يجيني حرمان من البث علشان حرم واحد. حرمان من البث؟ حرمان فيه صح؟ إيه في ست ساعات تحرم. أحرم واحد من الشباب. إيه. يا سلام. ما تبي الحصان يعني؟ لعبتي. والحصان إن جت ما يمشي أنا. إن جت إن جت يلا. سؤال حمد الأكلوبي على الشاشة يقول: كم مرة ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ 12 مرة أو 5 مرات يا حمد؟ كم مرة ذكر اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ 12 مرة أو 5 مرات؟ ما أتوقع أنه 5. ما تتوقع أنه 5؟ لا 12. 12 ثبت؟ ثبت. ثبت 12. ما تتوقع أنه 5 مرات؟ ليه؟ وقلت 12 وأنت ما توقعت. لا 5 أنا والله ما 5 قليلة يعني. ما عندي بس 5 قليلة. أتوقع 12. 5 مرات هي إجابة حمد. وطبعاً كانت نيته أنه يحرم أحد الشباب 6 ساعات. ولكن يا حمد للأسف إجابتك خاطئة. معوض خير. يلا اللي بعد حمد. بعد حمد.